مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد علي الفيلي. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الأخبار. بداية، سميتم لجنة من 3 أعضاء للتفاوض في بغداد فيها شخصيات بارزة، الغرض الواضح هو التفاوض على إكمال الرئاسات 3، لكن ترى ما النقاط التي يتمسك بها الديمقراطي في مفاوضاته؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناة العراقية أينما كانوا. النقاط التفاوضية هي واضحة، يعني كما جاء في خطاب فخامة الرئيس مسعود البرزاني مساء أمس، كانت الرسالة واضحة وموجهة لجميع الأطراف السياسية بأنه نحن ليس لدينا مطالب تعجيزية، وإن مطالبنا هي حقوق دستورية للشعب الكردي، ومرجعنا والخلافات يجب أن تحل حسب الدستور وليس حسب أمزجة الأطراف السياسية. فلهذا يعني النقاط المطلوبة هي واضحة، حقوق مشروعة للشعب الكردي كما جاء في الدستور وليس أكثر من ذلك، ويجب أن تكون اتفاقات واضحة ومبنية على أسس متينة، وليس اتفاقات هشة تنتهي بمجرد تشكيل الحكومة ويحصل الطرف الذي يريد تشكيل الحكومة على ما يريد ويتنصل من كل هذه الوعود والاتفاقات التي اتفق عليها كما كانت في الحكومات السابقة. وكان الفشل الذريع في يعني النتائج خلال الشراكة في العملية السياسية. فلهذا نحن لا نريد أن نعيد نفس التجارب الفاشلة، نريد إذا اتفقنا أن تكون اتفاقات متينة مبنية على أسس متينة وضمن إطار الدستور، والضامن الحقيقي لهذه الاتفاقات هو الدستور. نعم. طيب سيد علي الفيلي، هنا نتحدث عن متبنيات تحالف إنقاذ الوطن، وبعد استقالة نواب الكتلة الصدرية كانت هناك تكهنات بأن كتلة الديمقراطية قد تستقيل، لكن بعد تشكيل هذه اللجنة الثلاثية ذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح وعدتم إلى المفاوضات. السؤال عن متبنيات التحالف الثلاثي وعنوانها الأساسي حكومة الأغلبية الوطنية، هل ما زلتم متمسكين بها؟ نعم، التحالف ما زال قائما. هذا التحالف لم يكن تحالفا آنيا، تحالف انتخابي أو تحالف فقط لتشكيل الحكومة، هذا تحالف استراتيجي واسمه تحالف إنقاذ وطن، هو الهدف منه تعديل مسار العملية السياسية. أحد أطراف هذا التحالف ارتأى أن يرى دوره في المعارضة والمعارضة الشعبية، يعني حتى الخروج من العملية السياسية، ولكن الأطراف الأخرى تلعب أيضا نفس الدور، هو إصلاح المسار في العملية السياسية. ممكن هذا الدور أن يكون من خلال معارضة برلمانية أو من خلال مشاركة فعالة في الحكومة، هذا ما تثبته الأيام القليلة المقبلة. هذا لا يعني تشكيل وفد للمفاوضات أو تسمية وفد للمفاوضات انهيار هذا التحالف. هذا التحالف ما زال قائما لحد هذه الساعة، ولم يعلن الأطراف الأساسية في هذا التحالف انتهاء هذا التحالف. نعم، لكن أستاذ علي، يعني ميزان الأغلبية البرلمانية تغير بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، وبالتالي نتحدث عن مفاوضاتكم مع الأطراف في بغداد ربما ستبعدكم عن تحالف السيادة، أيضا يدفعنا إلى التساؤل هل ما زال إنقاذ الوطن قائما؟ أنت قلت أنه تحالف ليس متعلقا بالمرحلة الآنية، لكن نتحدث عن أعضاء مجلس النواب وليس عن كتل سياسية خارج المجلس. لا، أعضاء مجلس النواب لا يعني شيء بهذا التحالف. أنا كما أسلفت، هذا التحالف هو لتصحيح مسار العملية السياسية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال أدوار مختلفة ممكن يلعبه أطراف هذا التحالف. ما زال من المبكر أن نقول بأنه الموقف الفلاني يجب أن يتخذ. نحن ندرس جميع الخيارات، إذا استطعنا أن نشارك في حكومة يعني تستطيع أن تتصدى لكل هذه المشاكل وتعديل المسار في مسار العملية السياسية، ويعني تصحيح كل الأخطاء السابقة،
هذا هو الهدف الأساسي لتعالف إنقاذ وطن، يعني نحن حققنا ما نريد. ولكن إذا رأينا بأنه هذه الحكومة رغم مشاركتنا لا تستطيع أن تلبي هذه الطموحات، طموحات الشعب العراقي الذي طالبت بتغيير جذري بالعملية السياسية، فنحن لا ندخل فيه. هكذا حكومة مصيرها الفشل، وفي أفضل الأحوال لا يكون عمر هذه الحكومة سوى أشهر قليلة. فلهذا كل الخيارات ما زالت مطروحة، إما أن نشارك في حكومة رصينة وتحقق أهداف تحالف وطن، وإما أيضا أن ننسحب من العملية السياسية ويحل البرلمان وانتخابات جديدة وإجراء انتخابات جديدة، وهذا الحل الآخر ممكن. نعم. يعني طريقين حلين لا ثالث لهما، إما محاولة تشكيل حكومة تستطيع أن تتصدى لكل هذه المشاكل، وإما يعني حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. طيب، كمقدمة لتشكيل هذه الحكومة هي انتخاب رئاسة الجمهورية، وبالتالي منصب رئيس الجمهورية بينكم وبين الاتحاد الوطني لم يحسم بعد. هناك ترجيحات بأن كفة الإطار أصبحت أقوى بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، باعتبار أن عدد كبير من النواب الفائزين أو الصاحبي أعلى الأصوات بعد الفائزين سيتسنموا مناصب أعضاء في مجلس النواب، وعدد كبير منهم هم جزء من الإطار التنسيقي. بالتالي هل ما زالت المهمة صعبة؟ هل ستتفاوضون مع الإطار على حسم المنصب للديمقراطي باعتباره هو صاحب أعلى الأصوات داخل الإقليم؟ سيد العزيز، المسألة ليس في الاستئثار بمنصب رئيس الجمهورية المناصب الأخرى، يعني هذا غير مطروح عند الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإنما هناك مبادئ في العملية السياسية. الأخوة في الاتحاد الوطني يفسرون مسألة يعني العرف السياسي بأنه منصب رئيس الجمهورية ومن استحقاق الاتحاد الوطني، هذا غير صحيح. منصب رئيس الجمهورية وحسب العرف السياسي من استحقاق المكون الكردي، ليس لحزب بعينه أو جهة سياسية بعينها يجب أن تخضع للتوافقات أو حسب نتائج الانتخابات، كما رئيس مجلس النواب هو من استحقاق المكون السني حسب العرف السياسي، وما رئيس مجلس الوزراء استحقاق المكون الشيعي الكريم حسب العرف السياسي، ولكن ليس لحزب بعينه. ولكن المشكلة ليس هنا، أنا على عكس ما طرحت جنابك، أنا أتوقع حاليا يعني موقف الحزب الديمقراطي أقوى من ذي قبل، لأنه الأخوة في الإطار يسعون إلى يعني التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني طيب أنا فيما لو سيد علي عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، فيما لو لم يحصل هذا التوافق يعني مكونات الشعب العراقي، فيما لو لم يحصل هذا التوافق، هل هناك سيناريو بلجوئكم مع تحالف السيادة لتشكيل الثلث المعطل إذا لم يكن رئيس الجمهورية من الديمقراطي؟ هو ليس منصب رئيس الجمهورية. إذا لم نصل إلى توافقات حول مجمل المسائل المطروحة في العملية السياسية وحسب وجهة نظرنا، هذا خيار مطروح بأنه تحالف إنقاذ وطن، ما تبقى من تحالف إنقاذ وطن، السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني يشكلون ثلثا ضامنا، كما كان الأخوة في الإطار التنسيقي يشكلون هذا الثلث قبل انسحاب التيار الصدري. نعم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مباشرة من أربيل السيد علي الفيلي، شكرا جزيلا لك.